كشفت وزارة التجارة والصناعة عن تحريرها ل 14 محضر ضبط لمحال تجارية مخالفة وإغلاق محل واحد لعدم الالتزام بالقوانين والقرارات المعمول بها بشأن الإجراءات المعنية لمواجهة تداعيات انتشار عدوى جائحة كوفيد 19. التجارة أشارت إلى أن فرقها التفتيشية رصدت 159 بين جمعيات وأسواق موازية للوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات، كما راقبت 77 فرعا تموينيا للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها.